في مدينة اللاذقية والتي ينضم إلينا منها الآن وعلى الهواء مباشرة عضو شبكة شام. سلام عبد الكريم أخي. سلام. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبطال الساحل قادمون في هذا اليوم، يتقدم أيضا الأحرار والثوار، أين وصل أبطال الساحل؟ نعم، معركة الساحل وأبطال الساحل مستمرون في معركتهم التي أطلقوها يوم الأحد بتحت مسمى أمنا عائشة، أبناء أحفاد عائشة رضي الله عنها، واستمرار الاشتباكات واستمرار الفتوحات واستمرار التقدم لكتائب الجيش الحر على عدة محاور. استمرت اشتباكات عنيفة جدا على جميع المحاور، وخاصة محور وقرية استربي التي حررها المجاهدون ومقاتلو الجيش الحر منذ عدة أيام. حاول النظام إعادة السيطرة عليها بتقديم مؤازرة كبيرة جدا بمدرعات والدبابات وقصف بطيران الميج الحربي، كما تم البارحة تحرير منطقة برج أوبين وقرية عرامو الفوقانية كما تسمى، والمحاذية لقرية عرامو، والتي تحدث فيها حالة كر وفر واشتباكات عنيفة بين قوات النظام وكتائب الجيش الحر، بعدما استطاعت كتائب الأخيرة بتحريرها منذ اليومين. بالإضافة أيضا امتدت رقعة الاشتباك إلى محور قمة النبي يونس ومصد كتف الصهاوني كما يسمى، حيث قامت بعض كتائب الجيش الحر بقصفه بقذائف الهاون والصواريخ محلية الصنع، وأوقعت خسائر محققة بتدمير أكثر من دبابتين على هذه المحاور. ترافق ذلك بقصف عنيف جدا لم يسبق من قبل، بحيث يسجل سقوط ما لا يقل عن 25 قذيفة في الدقيقة الواحدة على محاور الاشتباك من جهة مقاتلي الجيش الحر، بإضافة إلى قصف عنيف جدا بطائران الميج والسخوي الحربي على معظم قرى جبل الأكراد، خاصة مصيف سلمى والقرى المحيطة به، كما طال القصف اليوم صباحا من منطقتي بدامة ومنطقة الناجية، وسجل عدة إصابات معظمها إصابات بالأطفال. وصلنا الآن لها، سمحت لي سلام، يعني لماذا الأطفال؟ أين كان هؤلاء الأطفال؟ تعزيزات كبيرة جدا سلام، أتمنى أن تكون تسمعني يا سلام، لماذا الأطفال؟ هذه المنطقة التي حررها مقاتلو الجيش الحر في بداية هذه العملية، وعلى محوري أيضا استربي التي جلبت فيها الاشتباكات، وعلى محاور أخرى بمحاذاتها. تحدثت عن الأطفال واستهداف الأطفال في هذه المعارك أخي سلام، لماذا الأطفال؟ المنطقتين التي وقعتا بهما إصابات الأطفال هما كانتا بعيدتين عن مواقع الاشتباك، فمنطقة بدامة ومنطقة الناجية هما أقرب إلى ريف إدلب، يعني استهداف خاص جدا بالمدنيين وليس بمواقع الاشتباك. بالإضافة أيضا إلى قصف مواقع الاشتباكات، استهدفوا هذه المناطق التي تعج بالمدنيين، وهي معروفة بأنها لا تحوي أي كتيبة من كتائب الجيش الحر ولا تحوي أي مقاتل من مقاتلي الجيش الحر، أي هناك استهداف خاص للمدنيين الموجودين في هذه المناطق. نعم، طيب أنا أسألك بالنسبة للآن أمور القصف، بالنسبة للمدنيين أين يذهبون في حالات القصف؟ لا يذهبون إلى أي مكان، المكان الوحيد الذي يتواجدون فيه هو بيوتهم وتحت أسقف منازلهم، لا يعلمون متى تأتيهم القذيفة ولا يعلمون أين سيذهبون. اليوم كما ذكرت لك عائلة موجودة في منزلها سقطت قذيفة طائران الميج عليها، ولله الحمد استخلصت هذا القصف بإصابات فقط وليس هناك ضحايا لحد الآن. نعم أخي سلام، يعني وأرجو أن تصححني إذا كانت معلومة خاطئة، يعني أنا أعتقد هذا أول عيد يمر على مدينة اللاذقية وفيها بعض المناطق محررة، كيف عيدكم هذه المرة؟
العيد ليس هناك عيد وهناك شهداء، لا يوجد عيد وهناك عشرات الجرحى، لا يوجد عيد وهناك الأمهات الثكالة التي تودع أبنائها وأبطالها كل يوم بالعشرات، ولكن إن شاء الله نحن ومقاتل الجيش الحر بمعنويات عالية جدا ويتمنون أن يكون عيدهم قريبا قرب بلدة القرداحة مسقط رأس النظام وشبيحته. نتمنى في العيد القادم، ويتمنون المقاتلين والمجاهدين أن نكون العيد القادم في مركز مدينة اللاذقية إن شاء الله. إن شاء الله. الثورة تطلق يوما كاملا، جمعة كاملة لبطولات الساحل وللقصص الرائعة التي سطرها أحرارنا وبواسلنا في الساحل. ما وقع هذه التسمية على الساحل وعلى ثوار الساحل؟ أخي الكريم، الساحل الآن في هو يعني يتصدر قائمة الاشتباكات والمواجهات في سوريا. كما تعلمون ويعلم الجميع، الساحل هو مفتاح النصر في الثورة السورية. كما تعلم وكما تعلمون، الساحل هو نقطة تصدير الشبيحة ونقطة تصدير الأمن إلى جميع مناطق سوريا. الساحل يحوي على معظم نقاط تمركز وتوزيع الشبيحة. الساحل يحوي على القرداحة التي كما ذكرت لك هي مسقط رأس النظام. إذا حررت الساحل فقد قطعت خطوة كبيرة جدا في تحرير سوريا من دنس هذه العصابة الأسدية المجرمة. وليست بمجرد تسمية، ولكن الثوار على الأرض يسطرون أروع وأشجع المعارك وأروع السطور والقصص بالتصدي لعصابات الأسد التي في كل لحظة وفي كل ثانية تبعث بالإمدادات من قوات مرتجلة على الأرض مترافقة مع مدرعات ودبابات وجميع أنواع الأسلحة التي تدك بها جميع مناطق ريف اللاذقية كمصيف سلمى وقرى المحيطة بها وأيضا جبل التركمان وقراها أيضا المحيطة به. سلام عبد الكريم، أشكرك شكرا جزيلا. يا سلام، كنت معنا على الهواء مباشرة من مدينة اللاذقية، رسم لنا سلام صورة الخريطة الميدانية الحالية في